يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، حييكم لليوم الثالث والاخير لبطوله كاس الشيخ عبد الله المبارك الصباح. طيب الله ترى اليوم بنشوف معاكم بعض المخطوطات للرمايه، وبنشوف معاكم من تتويج الابطال المتميزين في هذه البطوله. تابعونا، خلونا نستمتع معاكم في الرساله الاخيره. أسدل الستار عن منافسات بطولة كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله المبارك الصباح المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، واختتمت الفعاليات النهائية لمسابقات الرماية الأولمبية المسدس والبندقية ضغط هواء 10 متر ورماية القوس والسهم الأولمبي للرجال والسيدات بحضور راعي المسابقة الشيخ مبارك العبدالله الصباح ورئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية بعيج العتيبي وأعضاء مجلس إدارة النادي. عبد الله حربي مركز أول ما شاء الله، عسى الله يحفظك، ألف مبروك. وشنو حاب تقول في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على تغطية البطولة، يعني مجهود طيب منكم تشكرون عليه. البطولة كانت قوية جدا، يعني كان فيها أرقام متقاربة جدا بين اللاعبين، شاركوا حوالي 30 لاعب من مختلف القطاعات، كانت المستويات جدا عالية، الأرقام متقاربة جدا. الحمد لله توفقنا، دخلت من ضمن الثمانية الأوائل الفاينل النهائي، ولعبنا الفاينل النهائي من 25 طلقة. كانت المنافسة شديدة جدا بين اللاعبين، يعني كانت تقلب المراكز كان كل لحظة يكون بالفاينل. الحمد لله يعني حصلت على المركز الأول وبرقم جيد، وإن شاء الله أن الله يوفقنا بالأيام الجاية. إن شاء الله نشوف بطل الأبطال يا رب، تهدي منه هذا المركز وهذا الفوز. أهدي هذا الفوز لأعضاء مجلس الإدارة على رئيسهم السيد دعيج خلف العتيبي ولجنة الرصاص عندنا، وكل واحد ساعدني في مجال الرياضة، يعني مدربين ولاعبين وإداريين، يعني الكل يعني ما قصروا معنا، ورئيس الحكام علي الكندري يعني ما قصر يعني التوجيه وتثقيف اللاعبين على القوانين وتعليمهم يعني الإجراءات اللي تتخذ أثناء البطولة، يعني مجهود يشكرون عليه جميعهم. يعني الله يعطيك الصحة والعافية ومشكور. الله يسلمك ومشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نرحب فيكم تلفزيون الكويت القناة الثالثة، تغطيتكم هذه البطولة الغالية علينا وعلى جميع من يعمل في نادي الرماية الكويت. طبعا هو اليوم الأخير لبطولة المغفور له الشيخ عبد الله المبارك الصباح طيب الله ثراه، اللي دائما يكون من ضمن البطولات الموسمية لهذا الموسم الرياضي لنادي الرماية الكويتي. وإدارة نادي الرماية الكويتي برئاسة المهندس دعيج خلف العتيبي دائما تحرص على تجهيز هذه البطولة في البداية، يعني يسبقها تجهيزات الميادين والأسلحة وأيضا تجهيز المنتخب لدخول هذه البطولة لإنجاز يعني رمات ما قبل بطولة الأمير وأيضا بطولة الخليج، التي إذا يعني تسهلت الأمور إن شاء الله راح تقام خلال شهر فبراير وشهر 3 بالنسبة لبطولة الخليج. طبعا احنا اليوم يوم الختام لهذه البطولة، سبقها يوم أمس بطولة المسدس للرجال والنساء، واليوم أيضا بطولة الرجال البندقية والنساء. اليوم ما شاء الله عندنا بطل من أبطال البندقية حصل على رقم جديد اللي هو 621 للبطل علي فرحان المطيري، نبارك له هذا الإنجاز. إن شاء الله راح نشوف هذا البطل في الأيام القادمة يكون من المتوجين عالميا بإذن الله، أن هذا الرقم لا يستهان به، يلعب فيه في عدة مجالات في الآسيوية وفي الخليج وفي العرب. إن شاء الله تبقى جهود الإدارة الفنية متواصلة لبروز الأبطال
إن شاء الله عالميا لرفع علم الكويت في هذه المناسبات. الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوفك في مسابقة وبطولة أكبر وأجمل إن شاء الله. إن شاء الله نرحب فيكم مرة ثانية، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في البطولات القادمة بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية. مشكور حدام البغلي، ألف مبروك المركز الأول. الله يبارك فيك. تهدين حق منه هذا الفوز؟ أهدي الفوز حق الشيخ نواف الضباط، وحق ولي العهد وعائلتي والمدرب وطاقم النادي طبعا اللي ساعدوني. صحة والعافية. يعني شلون شايف المنافسة بينك وبين المتسابقين؟ والله كانت منافسة بالستين طلقة الأولى، كانت منافسة قوية لأن بلشنا تقريبا كلنا بنفس الأرقام، بعدين تفاوتت بالطلقات الباجية، والفاينل طبعا كان هم بعد يعني الأولى طلعت من الفاينل وتغير الحال، أنا كنت الثانية صرت الأولى. يعني احنا بجائحة كورونا الظروف هذه الظروف السيئة، يعني شلون تتمرنون؟ يعني خلينا نوري المشاهدين الأبطال شلون يتمرنون خلال هذه الفترة وهذه الجائحة، عسى الله يفكنا من هالجائحة هذه ونرتاح إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. والله التمرين نفس الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية، الصبح اللي عنده أشغال في العصر ونفس الأوقات الحمد لله، بس طبعا اختلف في تباعد بيننا ولبس الكمامات والحرص يعني من المرض. كلمة أخيرة حابة تقدمينها من خلال هذه الشاشة؟ والله الكلمة الأخيرة إن شاء الله يا ربي نحاول إن شاء الله نرفع أرقامنا للأحسن لنيل أكثر بطولات إن شاء الله. الله إن شاء الله وتصحى وعافية، إن شاء الله أشوفك بطلة العالم. الله يعطيك العافية. شكرا. سندس الحمد فايزة في المركز الثاني، ألف مبروك ويعطيك الصحة والعافية. بارك فيك ويعافيك. بداية شلون شايف المنافسة بينك وبين الزميلات؟ الصراحة المنافسة كانت وايد قوية، بالذات أن المستويات وايد متقاربة من بعض والتوتر في العالم. طبعا يعني خلف كل بطل أكيد مدرب متميز، من المدرب يدربك؟ طبعا احنا مدربنا كوتش سلافا، مدرب عالمي طبعا، وايد يساعدنا يشوف طبعا الاخطاء اللي عندنا ويعدل ويساعدنا، شوف شنو نقاط الضعف اللي عندنا يحاول يعدل فيها اكثر ما يقدر. يعني هذه المشاركه اعتقد مو الاولى؟ طبعا في عندنا وايد مشاركات، وهذه ثالث بطوله تقريبا بالموسم، والحمد لله ادينا عدل فيها. شاركتي برا الكويت؟ نعم، شاركت بسنه 2018 بطوله العربيه بقطر، وكنت مبتدئه طبعا، الحمد لله جبنا سكور عالي. حصة زايد، ألف مبروك المركز الأول. الله يبارك فيك. تسلم، يعطيك العافية. والله شلون شايفة المنافسة بينك وبين البنات؟ ما شاء الله كلكم أبطال. والله الصراحة كانت المنافسة وايد قوية، لأن الفاينل كان بيني وبين الثانية فاصلة نقطة، حتى مو نقطة كاملة، فكانت كنا متعادلين بالبطولة كلها، فاللي فرق علينا هي آخر طلقة، فحتى الجمهور كان متفاعل يعني. ما شاء الله، يعني في كاس سمو ولي العهد اخذت الاول، واليوم اخذت الاول، ما شاء الله ما شاء الله. انا علاش بارد ان شاء الله، عسى الله يحفظك ويشوفك بطله العالم يا رب. زين، يعني اكيد ان المدربين متميزين اللي قاعد يقدمون لكم هذه التدريبات القويه اللي قاعد تاخذون فيها هذه الارقام. والله اول شيء الله يبارك فيك. حتى كانت عندنا بطولة الخليج أونلاين، كنت فايز فيها المركز الأول على مستوى الخليج، والمدرب والله قاعد يشتغل ويانا يعني صبح ليل نهار، يعني حتى إن هذا يدز مسج ها كليتي يعني يحاتي، عرف؟ فحتى بالتدريب يعني سوينا لنا تدريب بالأشهر عشان بس نحاول نرفع الأرقام والسكور، عشان لما ترد الأوضاع حق نقدر نسافر من البطولات تصير مستوانا ومستوانا على الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوفك بطلة العالم. يعطيك العافية. الله يسلمك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح راعي الحفل، الأخ الفاضل المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية،
الأخ الفاضل عبيد مناحي الحصيني أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية، الأخوة أعضاء مجلس الإدارة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الأعزاء، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وذلك في ختام فعاليات كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله المبارك الصباح طيب الله ثراه السنوية للرماية، والتي أقيمت خلال فترة من 31 من شهر ديسمبر إلى 2 من شهر يناير 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ الفاضل الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح الموقر قاع الحفل، سعادة الأخ الشيخ الفاضل الشيخ عبدالله محمد عبدالله المبارك الصباح الموقر، إخواني أعضاء مجلس الإدارة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ونحن نحتفل اليوم بختام كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله المبارك الصباح طيب الله ثراه للرماية أن أرحب بكم نيابة عن أخواني أعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي، ونشكر حضوركم الكريم. الأخوة الحضور، أن مسابقات كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله المبارك الصباح طيب الله ثراه التي استمرت على مدى 3 أيام متتالية واشتملت على رمايات الأولمبية لأسلحة الرصاص المسدس 10 متر والبندقية 10 متر ورماية القوس والسهم الأولمبي، قد حازت على مشاركة كبيرة من قبل رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب من 100 رامي ورامية، وقد اتسمت البطولة بقوة منافسة حيث بذل الجميع الرماة والراميات أقصى ما لديهم من إمكانات فنية ليتوجوا بكأسها القارية. الأخوة الحضور، من أجل رفعة الكويت ورفعة شأنها والحفاظ على أمنها وأمانها ولأهمية ذلك في ترسيخ قواعد بناء الدول، ساهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله المبارك الصباح رحمه الله في خدمة الكويت في مختلف المجالات وخاصة المجال الأمني، قد ساهم بتطوير العمل في وزارة الدفاع ووضع اللبنات الأساسية لبناء القوات المسلحة الكويتية، من تطوير وتحديث من خلال استحداث منظومات أمنية لحماية البلاد. وللفقيد رحمه الله دوره المؤثر والبارز في التطور الإعلامي الكويتي، حيث أنها أسس محطة إذاعة دولة الكويت، كما أرسى قواعد ودعائم النادي الثقافي الكويتي، وقام بدعم الشباب الكويتي من خلال اهتمامه الكبير بالنشاط الرياضي. إن مآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله المبارك الصباح طيب الله ثراه تجسد الإنسان المحب لوطنه والمحب لترابه، ونسأل المولى عز وجل أن يتقمده بواسع مغفرته ورضوانه. المركز الأول والميدالية الذهبية، حيوا معاي البطل عثمان عادل فيلشاوي. والنتيجة 231.6. المركز الثاني والميدالية الفضية، فقد ذهبت إلى الحرس الوطني الرامي حمد عبد الله النمشان. وأما البرونزية فقد جاءت من نصيب الرامي أيضا من الحرس الوطني حسن عبد العزيز الملة. مسابقة بندقية ضغط الهواء رجال، المركز الأول رامي النادي
حي معاي البطل عبد الله عوض الحربي. وأما الفضية فقد ذهبت إلى الرامي، رامي النادي علي فرحان المطيري. وأما البرونزية فقد جاءت من نصيب رامي النادي البطل فراج رسمان العجمي. مسابقة مسدس ضغط الهواء سيدات، المركز الأول والميدالية الذهبية ذهبت إلى بطلة الكويت حذامة علي البغلي. وأما الفضية والمركز الثاني فقد ذهبت إلى الرامية سندس بدر الحمد. وأما البرونزية فقد ذهبت إلى الرامية مريم عبد العزيز الكندري. مسابقة بندقية ضغط الهواء سيدات، المركز الأول حيوا معاي الرامية البطلة حصة نبيل الزايد. وأما المركز الثاني والميدالية الفضية فقد ذهبت إلى البطلة مريم محمد رزوقي. وأما البرونزية فقد كانت من نصيب الرامية البطلة البتول عادل أشكناني. مسابقة رماية القوس والسهم الأولمبي، المركز الأول والميدالية الذهبية فقد ذهبت إلى بطل النادي عبد الله محمد طه. المركز الثاني والميدالية الفضية فقد ذهبت إلى بطل الحرس الوطني فيصل بركة سندي. وأما البرونزية فقد ذهبت إلى رامي الحرس الوطني حي معاي حاتم جلوي شرار.
وبطل حاتم جلوي شرار من الحرس الوطني. مسابقة رماية القوس والسهم المركب، حيوا معاي رامي النادي البطل عبد الله يعقوب مال الله. وأما الميدالية الفضية والمركز الثاني فقد ذهبت إلى رامي الحرس الوطني البطل سالم زيد السعيد. وأما الآن فليتفضل المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية بتقديم درع النادي إلى سعادة الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح. كلمة بخصوص هذه المناسبة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. أولا أود أشكر جميع القائمين من إدارة وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتية على جهودهم الطيبة في تنظيم مهرجان مخولة بإذن الله الشيخ عبدالله مبارك الرماية، وأيضا لعملهم البناء المستمر في دعم وبروز الرماية الكويتية محليا ودوليا، وهذا طبعا فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل أيضا القائمين على هذا الصرح العظيم في الكويت. أود أشكر وأخص أخوي العزيز مهندس دعيج العتيبي وأيضا أخي العزيز القدير اللي هو أخوي الكبير الشيخ سلمان صباح حسن محمود اللي هو رئيس الشرف للنادي، بدون دعمهم وأعضاء حققوا طبعا كثير من الإنجازات المحلية والدولية، وهذا أمر لازم أذكره كوني هاوي أيضا لهذا النادي وهاوي للرماية. وأودي أيضا أبارك وأهنئ جميع المشاركين في هذه البطولة من الشباب والبنات، ولاحظت أيضا أن هذه المرة في المهرجان هذا أن الرماية هذه تغيرت شوية، عندنا أول مرة تصير عندنا رماية بندقية هوائية أيضا و بون أرو اللي هو النبل، وهذا يعني ما شاء الله أشوف تنوع في رياضات الرماية في نادي الرماية غير عن السابق. كانت طبعاً الرياضة التقليدية بالسابق اللي هي سكيت والتراب والدبل تراب، ما شاء الله أشوف سنة عن سنة في ازدياد في المشاركة وفي أنواع الرماية في النادي، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يعني طبعاً يعني فضل الله ثم يعني فضل قائمين على النادي، وأسأل الله يحفظ الكويت إن شاء الله في عز وأمن وأمان تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المتحدة الشيخ نواف أحمد جابر الصباح وولي عهد الأمين الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً إحنا سعيدين اليوم في هذا اليوم المبارك في نهائي بطولة مقبول له بإذن الله الشيخ عبد الله مبارك الصباح رحمه الله. هذه البطولة السنوية يتشرف نادي الرماية بتنظيمها، وبهالمناسبة أود أن أشكر سعادة الشيخ مبارك عبدالله مبارك الصباح ومعالي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح على دعمهم المستمر لتطور رياضة الرماية في دولة الكويت ورعايتهم لهذه البطولة السنوية. طبعا احنا أيضا سعيدين بالنتائج اللي حققوها أخواننا وأبنائنا وبناتنا رماة الكويت في هذه البطولة والأرقام الطيبة اللي حققوها، وجت بعد بطولة الخليج اللي حققوا فيها أيضا مراكز متقدمة على مستوى دول الخليج. الحمد لله الرماية الكويتية في تقدم مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى والدعم الكريم اللي تتلقاه هذه الرياضة من قيادتنا السياسية ممثلة بسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
سمو ولي عهد الأمين. الموسم هذا كان موسم حافل، بدأ في بطولة سيدي سمو ولي عهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وشارك فيها مشاركة كبيرة، عدد كبير من رماة الكويت، ولله الحمد كانت يعني بعد فترة انقطاع طويل بسبب مرض كورونا وتفشي وباء كورونا، لكن الحمد لله نادي الرماية استطاع أن يجهز نفسه والرماة الحمد لله كلهم جاهزين. اليوم هذه البطولة سعدنا بمشاركة كبيرة من رماتنا، ونتطلع كلنا بكل فخر لتنظيم البطولة الدولية اللي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح، واللي إن شاء الله راح تكون في شهر فبراير تتزامن مع العيد الوطني. نيابة عن جميع المشاركين، نيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويت الرياضي، أشكر أسرة المغفور له الشيخ عبد المبارك، ونشكر كل من دعم تنظيم هذه البطولة وساهم في إنجاحها، كما يعني أشكر أبطالنا اللي شاركوا وهن الفائزين، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد دار عز وأمان بظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهد الأمين. شكرا لكم. وفي الختام مشاهدينا الكرام، ما يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى كل ما تقدم في هذه البطولة قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الأمل، على أمل أن نلتقي معكم في بطولة جديدة. ألف مبروك اللي فاز، وهارد لك الخسران. شوفكم في بطولة جديدة في الكويت إن شاء الله.